في إطار حرص وزارة الداخلية على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تطبيقاً للمفهوم الإنساني في السياسة العقابية الحديثة، نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو. شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها، وهو ما يرسخ لدى النزلاء قيما دينية أساسها الاعتدال. كل حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دروس، نتعلم من كل موقف درس، نتعلم من كل خطوة من خطوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبرة كيف نتعامل مع الحياة. النبي يقول اللهم افتح مسامع قلوبنا إلى ذكرك، لو مسامع قلبي تفتحت لأنوار الوحي لأخذت واستمدت، هحاسب نفسي على الكلمة، هحاسب نفسي على الحركة، هحاسب نفسي على الفعل. طالع نقدم التهنئة بالعام الهجري الجديد، ونحاضر النزلاء من الرجال والنساء والمحاورة بيننا وبينهم في أمن وأمان البلاد وفي مراقبة الله عز وجل وفي التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. وتقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وترفع هذه الندوات الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء، فهي فرصة أمامهم لفتح باب الاستفسار والنقاش لمعرفة أمور دينهم ودنياهم، حتى يعودوا إلى مجتمعهم محصنين فكريا لبداية حياة جديدة. شروط التوبة النصوح وكيف أعلم أن الله قد تقبلها مني؟ التوبة النصوح يعني التوبة التي لا ترجع فيها أبدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وخد بالك من حاجة جميلة قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى مدام وفقك إلى التوبة اعرف إنه عايز يتوب عليك. النهاردة كان في ندوة دينية حضرناها إحنا وإخواننا النزلاء، سألنا أسئلة وأجابنا عليها العلماء بإجابة وافية أفادتنا جميعا. بنهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية بمناسبة رأس السنة الهجرية، عاد الله على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري بخير الأمن والبركات. في حاجات إحنا هنا عرفناها ما عرفناهاش برا من خلال الندوات الدينية. بنعرف حاجات كتير إحنا ما كناش نعرفها عن الدين، عن الإسلام، حاجات كتير ما كنتش أعرفها تعلمتها هنا. كل أسئلة بسألها بيجاوب عليها، والشيوخ بصراحة لما بيجوا بيفيدونا كتير وبيريحونا نفسيا في كل حاجة وبيردوا على كل أسئلة. استفيد من المشايخ اللي بتجينا والدكاترة، إحنا بنسألهم وبناخد رد على أسئلتنا. بقى فيه تحفيظ للقرآن، بقى فيه محو أمية، فيه تعليم. إحياء المناسبات الدينية في مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع.